بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نعمل اكزامبل كده بسيط نوضح فيه بعض الحاجات برضه المتعلقة لسه زي ما زلنا مع الـ OS. فأنا هعمل اكزامبل جديد. تمام، الاكزامبل ده مش محتاج كل الكلام ده، بس أنا همسح الكلام ده. طيب ايه اللي انا محتاج اعمل؟ طبعا امبورت OS. اول حاجه عايز اخدها حاجه اسمها ريبليس. تمام، ريبليس من اللي هي زي ما تقول كده كات وبيست، مجموعه في امر اسمه ريبليس. كات وبيست يعني عايز انقل حاجه، اخدها كات من حته واروح اعملها بيست في حته تانية. فعلى سبيل المثال احنا كنا عندنا عاملين فولدر اسمه بايثون جوه عاد الكورس، صح؟ فانا ممكن اقول له طب انا على الدي عادل كورسز مثلا في بايثون، ده فولدر، ده الاولد باث او الاولد لوكيشن. تمام، طب انا عايز اوديه بقى فين؟ ده بقى الايه، النيو لوكيشن او الديستنيشن اللي انا المفروض ايه بودي له يعني. فقلت له ماشي، برضو هتروح على الدي وبس، يعني مش عايزين عادل الكورس، خليك على الدي وحط فولدر اسمه البايثون، حط جواه الحاجه. طبعا احنا الفولدر بتاع البايثون ده هتلاقوا كان جواه تكست دوكيمنت كده. طيب وخلاص، طبعا الامر ده ممكن نقدر نجربه لوحده لو جينا عملنا رن. هو ما ردش عليا طبعا، انا ما قلتوش يعمل ولا اوكي ولا حاجه، بس تلاحظوا هنا ان فولدر البايثون ما بقاش موجود. لما اطلع على الدي ذات نفسها الاقي ان ايه، ادي الفولدر بتاع البايثون بقى موجود على الدي على طول بالفايل اللي جواه. فدي عمليه الايه، الكات والبيست او الايه او الريبليس. طبعا طبعا تنفع للفايل وتنفع لايه، للفولدر يعني. لو اديته امتداد للفايل كامل هيبدا يشتغل على الفايل يعني. طب لو انا جيت قمت عامل ايه، قمت رانن تاني دلوقتي، هيبدا يضرب مني فايل نوت فاوند ايرور، لانه حاول يكت الفايل اللي هنا قال لك ده مش لاقي الفايل ده، صح؟ طيب فانا برضو إيه، ممكن اتراي واكسبت على فايل نوت فاوند ايرور واقول له برنت فايل نوت فاوند. تمام، طيب ادخل بس الايه عشان ما يوز عرانين. تمام، طيب حاجه ثانيه برضه من الحاجات المهمه، ان انا افترض ان انا ماسك فايل دلوقتي او فولدر معين، انا عايز اعرف هو فولدر ولا فايل، لان ممكن اكون بعمل ليست، فالليست جابت لي فايلات كتير على فولدرات على كله، وانا عايز اشيك هو ده فولدر ولا ليست ولا ده ايه يعني. تمام، زي ما كنا بنعمل مثلا اللي هي ايه، ليست الداير، فكان بيجيب لي كل اللي موجود في الايه، في الدايركتوري ده. ففي امر بسيط جدا لو انا حبيت هتكلم فيه، على هم امرين، از داير واز فايل، والاثنين واضحين وكل حاجه، بس انا هتكلم معاهم اثبت بعض المعلومات عن عن الباث او المسارات. مثلا الشغل بتاع الداير الدايركتوري او الفولدر. تمام، هقول ايه او عايز اقول ايه؟ عايز اقول انا مثلا عندي بالفولدر اللي انا فيه دلوقتي ده، عندي مثلا فولدر اسمه دوت هيستوري، بينزل كده بيتحط فيه الهيستوري بتاعك. طيب لو انا جيت قلت ايه، قلت له مثلا برنت، وقلت له انا عايز الدوت هيستوري فولدر ده، ده فولدر صح ولا لا؟ ده فولدر، هو از دايركتوري ولا لا؟ از فولدر اور نوت. تمام، افترض طبعا يرد عليا يقول لي اه يا لا. انا عشان اختبر دي اعمل ايه؟ هقول له او اس، لان او اس هي بتاعتنا الاساسيه. تمام، وهقول له دوت باث. تمام، دوت، واحدد بعد الباث. طبعا انا كده جبت الباث اللي انا موجود فيه، وهقول له ايه، از داير، وادي له اسم الايه، اسم الحاجه اللي من بعد الفولدر اللي انا فيه، اللي هي مثلا اسمها دوت هيستوري. تمام، ده اسم الفولدر، الفولدر اوله دوت عشان بس ما حدش يلخبط. هو الفولدر بطبيعته الحال، بطبيعه الحال هو اوله ايه، اوله دوت، اوله دوت. طبعا الحركه دي انا ممكن اعملها باكتر من شكل يعني، ممكن اعملها باكتر من شكل. ده اول شكل منها، ان انا اكتب له اسم الايه، اسم الحاجه كده مباشره. طب لو انا عملت له دوت وسلاش، دي بتنفع
بزودها لان بتنفع في المشروعات. لما يكون عندي بروجكت مثلا وفي فولدرز في موديولز وموديول جوه موديول ومش عارف ايه، اما اقول له دوت سلاش معناها اطلع بره البروجكت، انا خليك على الرئيسي، ومن الرئيسي هتلاقي في فولدر اسمه دوت هيستوري، اكنك طلعت بره على الرئيسي وبتشتغل عليه. فتلاحظوا ان هنا قال لي دوت هيستوري از فولدر ترو، دوت هيستوري دوت فولدر ايه ترو. دي الايه الاسلوبين اللي احنا دايما بنستغلهم او بنشتغلهم في الموضوع. بس او نكتب الفول باس، وده طبعا معروف ان انا اكتب على السي على الدي مش عارف ايه، ودي مش محتاجه ايه ان انا اكتبها يعني. يبقى دي اسلوب ودي ايه ودي اسلوب تاني. طبعا لو كان الفولدر يعني اصلا مش موجود فهيطلع فولس طبعا. يعني لو جينا عملنا كده قلنا له مثلا دورنا على دوت هيستوري اكس، وحبينا الرن، طبعا هيقول لي فولس. دوت هيستوري اكس ده مش فولدر ولا حاجه ولا لاي اساسا، هو مش فولدر. نفس الكلام ده انا ممكن اشتغله على الفايلز. يعني لو اخدت كده كابي على الفايل، على مستوى الفايل مثلا، لو ببص على فايل 1 مثلا دوت تي اكس تي، فانا بقول له مثلا ايه فايل 1 دوت تي اكس تي. بنفس الاسلوب انا ممكن ابحث كده على فايل 1، بس طبعا مش از داير، از فايل. ونفس القصه انا ممكن برضو اعملها باللي هي بسلاش، انا هطلع على الفولدر الرئيسي بره هتلاقي فايل اسمه فايل 1 دوت تي اكس تي. طبعا لو قلت له فايل اكس دوت تي اكس تي، طبعا فايل اكس ده مش موجود، فبالتالي هيرد عليا ويطلع لي فولس، عشان يبقى احنا جربنا كله يعني. لو جينا جربنا كده كليك يمين وقلنا له رن، طبعا الاولاني جاب ترو. تعال نشوف الثاني عملت له دوت سلاش فايل 1 دوت اكس تي از فولدر. احنا طبعا المفروض نقول از فايل، معلش نغير الرساله المسج يعني. تمام. طيب تلاحظوا كمان ان اللي هو بسلاش دوت سلاش ما جابتش معانا بتاعه الرئيسي، طلعت معانا فولس عشان دي از داير، انا قلت مش معقول از فايل، لازم نحول كلهم از فايل، معلش الكابي والبيست بقى اس فايل كله لازم اسال باس فايل. وبالتالي لما اجي اعمل رن جاب لي فعلا ده ترو، ده ترو، وده الايه الوحيد اللي مش موجود، وده الايه الفولس. ده كنت بشيك بيه، بعمل كات وبيست، وبقدر اشيك ده فولدر ولا ده فايل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.